بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، الصف الحادي عشر، المسار التكنولوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في رحاب درس من دروس مادة تكنولوجيا المعلومات. درسنا اليوم بعنوان هل تذكر، وهو من دروس الوحدة الثانية، تطوير مواقع الويب 2. نبدأ بأهداف الدرس وهي كالتالي: الهدف الأول أن يتعرف الطالب على شبكة الخادم العميل Client Server Model. الهدف الثاني أن يتعرف الطالب على شبكات نظير إلى نظير Peer to Peer. الهدف الثالث أن يعرض الطالب صفحة الويب في المتصفح الخاص به. والآن نستعرض معا في عجالة خارطة مفاهيم دروس الوحدة الثانية. درس هل تذكر، ويشتمل على شبكة الخادم العميل وذكر أمثلة على خدماتها، شبكات peer to peer، آلية عمل مزود خدمة الإنترنت ISP، خادم الويب ويب سيرفر، خطوات عرض صفحة ويب في المتصفح الخاص بك. الدرس الأول التصميم المتجاوب، ويشتمل على موقع الويب المتجاوب، ميزات موقع الويب المتجاوب، إنشاء المخطط المتجاوب. الدرس الثاني موقع الويب التفاعلي، ويشتمل على لغة جافا سكريبت، عرض مقطع جافا سكريبت، المقارنة بين جافا سكريبت وبايثون، استخدامات جافا سكريبت في الموقع الخاص بنا، وتحسين محرك البحث. الدرس الثالث المعالجة المعتمدة على الخادم، ويشتمل على مواقع الويب الساكنة والتفاعلية، الخادم وقواعد البيانات، وبيئة الخادم البرمجية node.js. المصطلحات: نموذج شبكة الخادم العميل Client Server Model، تطبيق موزع Distributed Application، شبكات نظير إلى نظير Peer to Peer، مزود خدمة الإنترنت ISP Internet Service Provider، خادم الويب Web Server. والآن لنتذكر معا بعض الحقائق الهامة. شبكة الخادم العميل Client Server Model تحتوي الشبكة على جهازي حاسوب أو أكثر يتبادلان الاتصال معا، وكلما زاد حجم الشبكة كلما زادت المهام والأعباء المنوطة بها. ملحوظة هامة: لتجزئة أعباء العمل يقوم كل حاسوب بمهام محدودة داخل الشبكة. والآن لنتذكر معا أن شبكة الخادم العميل تعمل كتطبيق موزع Distributed Application، حيث يتم التعامل مع بعض الأجهزة كخوادم والأخرى كعملاء.
على سبيل المثال، افترض أن لدينا متجراً لديه موظفين وعملاء، حيث يقوم الموظفون بتلبية طلبات العملاء. يشبه هذا تماماً ما يحدث في نموذج الخادم العميل، حيث تقدم أجهزة الخوادم الخدمات التي تلبي طلبات أجهزة العملاء. لنتذكر أيضاً الخدمات مثل البريد الإلكتروني والوصول للويب هي خدمات موجودة بالفعل في شبكات الخادم العميل. وعندما نستخدم الإنترنت فإن حواسيبنا تستخدم المتصفحات لإرسال الطلبات إلى خادم الويب، والذي بدوره يستجيب ويرسل البيانات الصحيحة. لنتذكر أيضاً شبكة الخادم العميل هي من أكثر الشبكات شيوعاً، ويمكننا رؤية هذه الشبكة في كل مكان، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، المدارس والبنوك. ولا ننسى كذلك شبكات peer to peer. في شبكة peer to peer، نظير إلى نظير، يعتبر النظراء أنظمة حاسوب متصلة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويمكن مشاركة الملفات مباشرة بين الأنظمة على الشبكة دون الحاجة إلى خادم مركزي. بمعنى آخر، يصبح كل حاسوب على شبكة peer to peer خادم ملفات وعميلاً بنفس الوقت. الطلاب الأعزاء، الرجاء الانتباه لما هو آت. يتيح لنا الإنترنت تبادل المعلومات حول العالم في ثوان، وعندما نقوم بتوصيل جهاز الحاسوب الخاص بنا بالإنترنت فإننا نقوم بالاتصال بنوع خاص من الخوادم يسمى مزود خدمة الإنترنت ISP، والذي يوفر خدمة الإنترنت رابطاً بين الحاسوب والعالم الخارجي الإنترنت. وعندما نريد عرض صفحات الويب أو التحقق من البريد الإلكتروني، يرسل جهاز الحاسوب الخاص بنا الطلبات إلى خادم ISP مزود خدمة الإنترنت، الذي يتصل بدوره بخوادم الإنترنت الأخرى ويعيد توجيه الطلبات. يسمى هذا النوع من خوادم الإنترنت بخادم الويب Web Server. والآن إذا أردت عرض صفحة ويب في المتصفح الخاص بك، أولاً اكتب عنوان موقع الويب في شريط عنوان المتصفح. ثانياً سيرسل المتصفح طلباً إلى خادم ISP يطلب منه الصفحة. ثالثاً سيبحث خادم ISP في قاعدة بيانات ضخمة عن عناوين موقع الإنترنت، ويعثر على خادم الويب الصحيح الذي سيستضيف موقع الويب، ثم سيرسل طلب هذه الصفحة من خادم الويب الخاص بها. رابعاً، سيرسل خادم الويب الصفحة المطلوبة إلى خادم ISP الخاص بك. خامساً وأخيراً، سيرسل خادم ISP الصفحة إلى متصفحك، وسيتم عرضها على الشاشة. والآن نتذكر معاً أهداف الدرس. شبكة الخادم العميل Client Server Model، شبكات نظير إلى نظير Peer to Peer، عرض صفحة الويب في المتصفح الخاص بك.
أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر المسار التكنولوجي، انتهى درسنا لهذا اليوم مع أطيب تمنيات قسم تكنولوجيا المعلومات لكم بالنجاح والفلاح والتوفيق.